واحد بيقول قال رب المجد لموسى النبي في سفر الخروج إصحاح 20 عدد 8 أذكر يوم السبت اللي تقدسه، فلماذا نقدس نحن يوم الأحد؟ صحيح في سفر الخروج إصحاح 20 قال أذكر يوم السبت اللي تقدسه، ونفس الكلام في سفر التثنية إصحاح 5 نفس الوصايا العشر، ولكن أيضا في كولوسي 2:16 بيقول لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة هلال أو عيد أو سبت أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة. يعني السبت كان رمز لحاجة تاني جاية فيما بعد. أنا عايزكم تاخدوا المسألة على رواقك بعمق. كلمة سبت في العبرانية سبت يعني راح، معناها راح، يوم السبت يعني يوم الراحة. ربنا استراح في السبت، استراح خالقا، لكن فضلت الخطية موجودة تحتاج إلى راحة، إن ربنا يستريح من خطية الناس دول والناس يستريحوا من خطية. كفر عن هذه الخطية بصلبه وبقي الموت، فانتصر على الموت في يوم الحد، وهكذا استراح الله في يوم الأحد، استراح من الخطية والموت اللي هم أصعب من حكاية الخلق، وبقى يوم السبت يرمز إلى يوم الأحد. وحتى هذا اليوم السابع لم ينتهي، في كل يوم من أيام الخليقة كان بيقول وكان مساء وكان صباح، يوما واحدا يوما ثانيا يوما ثالثا للآخر، لكن ما قالش الكتاب وكان صباح وكان مساء يوما سابعا، فنحن لا نزال نعيش في اليوم السابع، وهذا اليوم السابع يرمز إلى الأحد الكبير، يرمز إلى السبت الكبير، إلى الراحة الكبيرة في الأبدية، وإن شاء الله في الأبدية هيستريح كل حد، ويبقى هو يوم السبت الكبير الذي نستريح فيه. ومع ذلك إحنا بنقدس يوم الأحد، وفي نفس الوقت يوم السبت بنعطيله مقامه، بحيث ما بنصومش فيه انقطاعي، ما بنضربش فيه مطنيات، يعني برضو بنعمله مقامه.